ما معنى مدلج في السرى؟ بسم ربي الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الادلاج هو الدخول في الدلجه وهي الظلمه وفي الحديث واستعينوا بشيء من الدلجه اي استعينوا في سفركم بالسير في بعض الليل والسرى هو السير في الليل وبالله التوفيق